أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى أقلام، حيث نستعرض معكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية في هذه الحلقة. نبدأ من صحيفة شفق نيوز ومقال عن العام الدراسي الجديد، توفير ملابس التلاميذ، القرطاسية، الكتب، كل هذا يربك العائلات الفقيرة. في مقال نشرته صحيفة شفق نيوز يتناول الكاتب في مقاله الأزمات التي تواجه الأسر العراقية الفقيرة مع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي ندلف له. يتحدث المقال هنا عن العبء المالي الكبير الذي يقع على عاتق هذه الأسر لتأمين المستلزمات الأساسية المهمة مثل الملابس المدرسية والقرطاسية. المقال يسرد وإياكم قصصا من واقع الحياة تظهر حجم المعاناة التي تعيشها العائلات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى الجهود المحدودة التي تبذلها الجماهير الخيرية والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم قدر الإمكان. ورغم وعود الحكومة بتوفير المستلزمات المدرسية، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار المعاناة والتحديات في نفس الوقت التي تواجهها الأسر في تأمين احتياجات أبنائها. مع قرب بدء العام الدراسي في العراق، تواجه الأسر الفقيرة تحديات كبيرة في تدبير مستلزمات التعليم الأساسية لأطفالها مثل الملابس المدرسية والقرطاسية. هذه المعاناة تعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. إن تكاليف الملابس المدرسية تمثل عبئا ماليا كبيرا على الأسر الفقيرة، فقد تضطر الأسرة إلى استغلال ملابس مستعملة من الأعوام السابقة أو الاعتماد على تبرعات من الجمعيات الخيرية لتغطية هذا الاحتياج. وإن عدم القدرة على توفير ملابس مدرسية جديدة قد يشعر الأطفال بالحرج أو التمييز في المدارس. أما أسعار القرطاسية التي تشمل الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية وغيرها من الأدوات فتشكل تحديا إضافيا. إن عدم القدرة على توفير الاحتياجات المدرسية يؤثر سلبا على نفسية الأطفال، إذ يشعرون بعدم المساواة مقارنة بزملائهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأداء الدراسي أو حتى تسرب من المدرسة في بعض الحالات. وفي صحيفة طريق الشعب نقرأ مقالا عن القمع الوحشي الذي يكسر أصحاب الحقوق للكاتب جاسم الحلفي. في مقال نشرته صحيفة طريق الشعب يسلط الحلفي الضوء واسعا على القمع الذي يواجهه المتظاهرون السلميون العزل في العراق، مع تركيز خاص على الاحتجاجات الأخيرة التي قادها خريجو كليات الطب، طب الأسنان بالتحديد والصيدلة، حيث يتناول الحلفي العنف الذي تستخدمه القوات الأمنية لقمع هذه الاحتجاجات السلمية، ويبرز فشل النظام في توفير فرص العمل للشباب العراقي. ويشير الكاتب هنا إلى أن البطالة ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي نتاج لسياسات فاشلة تزيد من الاحتقان الشعبي ومن عمقه. ويحذر من أن القمع لن يكون حلا، بل قد يقرب ساعة التغيير. البطالة في العراق ليست مجرد أزمة عابرة، إنها مشكلة هيكلية تفاقمت نتيجة الاعتماد على الاقتصاد الريعي. فبلدنا يعتمد اقتصاده بشكل شبه كامل على عائدات النفط، بينما يغيب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وبدعمها، الزراعة والصناعة اللتين يمكن أن توفرا فرص عمل للشباب، مقابل النموذج الاقتصادي الفاشل الذي تنتهجه طغمة الحكم، والذي لم يوفر للشباب العراقي أي أمل في مستقبل أفضل. وعوضا عن إصلاح النظام الاقتصادي، تلجأ السلطة إلى أساليب القمع، وكأن البطالة ليست الشرارة التي يمكن أن تزعزع استقرار النظام بأسره. إن حق العمل ليس ترفا أو منحة، بل هو حق إنساني أساسي كفلته القوانين الدولية والدستور العراقي. وعندما تتجاهل السلطة هذا الحق، فإنها تضيف إلى مطالب الشعب تأمين الكرامة والحرية.
ولا يمكن لأي نظام أن يستمر في قمع المطالب المشروعة دون أن يواجه غضبا شعبيا متزايدا. والشاب العراقي يدرك جيدا أن البطالة ليست مجرد مشكلة شخصية، بل هي نتيجة لسياسات فاشلة وممارسات قمعية. نحو صحيفة المدى مقال عن الأولوية المقلوبة في الوطن حين تتفوق القوانين الهامشية على مكافحة المخدرات، هذه الآفة الخطيرة. تناقش صحيفة المدى في هذا المقال أزمة المخدرات المتفاقمة في العراق وتأخر تعديل قانون المخدرات لمواجهة هذه المشكلة العويصة. المقال هنا ينتقد الحكومة لإعطائها الأولوية لقوانين أقل أهمية، بينما تزداد المخاوف يوما بعد آخر من تأثير المخدرات على المجتمع العراقي. يشير المقال إلى تعديلات جديدة في القانون، تتضمن هذه التعديلات إجراءات أكثر صرامة ضد تجار المخدرات، مع التركيز كل التركيز على معالجة المدمنين بدلا من معاقبتهم. ومع ذلك يبرز المقال التحديات الأمنية والقضائية التي تواجهها الدولة في مكافحة هذا الخطر، مشددا على الحاجة الماسة إلى تحرك سريع وفعال للحد من انتشار هذه الآفة. تواجه الحكومة انتقادات متزايدة في ظل تفاقم أزمة المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي وتفشي الجريمة والتفكك الاجتماعي بسبب تأخير تعديل قانون المخدرات، حيث أعطيت الأولوية لتعديلات تشريعية أخرى أقل أهمية. ويأتي ذلك في وقت يتطلب فيه الوضع الصحي والأمني إجراءات صارمة وعاجلة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية الأجيال القادمة من هذه الآفة. ويشعر الكثير من المواطنين بالقلق إزاء هذا التأخير، معتبرين أن التركيز على قضايا ثانوية يمكن أن يزيد من حدة الأزمة ويعيق الجهود الرامية للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع. وهناك أطباء متورطون في تجارة المخدرات، كما أضيفت تعديلات جديدة منها منع بيع الأطباء الأدوية بلا وصفة طبية. وأكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران. ويوجد كذلك الكيبتاغون، وهو من نوع الأمفيتامين، ويجري إنتاجه على نطاق صناعي واسع في سوريا قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية. صحيفة عربي 21 نشرت مقالا بعنوان مشروع طريق التنمية التركي المترقب تغيير جيوسياسي في طور التكوين للكاتب علي باكير. في مقال نشرته صحيفة عربي 21 يتحدث الكاتب باكير عن مشروع طريق التنمية التركي المرتقب، الذي يهدف إلى ربط آسيا ومنطقة الخليج العربي بتركيا وأوروبا معا عبر العراق. يعتبر المشروع هذا من أكبر المشاريع الطموحة في المنطقة، حيث يحمل إمكانات كبيرة لإعادة تعريف الديناميات الإقليمية على الأرض وتعزيز التكامل الاقتصادي، ورغم الفوائد الاقتصادية المرجوة المتوقعة. يشير الكاتب هنا إلى التحديات الأمنية والسياسية التي قد تعيق تنفيذ المشروع، خاصة مع النفوذ الإيراني في العراق. يسلط المقال الضوء واسعا على الفرص الجيوسياسية التي قد يخلقها المشروع، مشددا على ضرورة مواجهة كافة التحديات لضمان نجاحه. بالنسبة للعراق، يعد المشروع بإنعاش الاقتصاد المدمر بسبب الحرب من خلال تحويل العراق إلى شبكة مواصلات ومركز عبور رئيسي، بحيث يؤمن له ذلك أيضا جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع للعراق فرصة لتنويع اقتصاده بعيدا عن الاعتماد على النفط، مما يخلق مصادر دخل جديدة وفرص عمل، وهو الأمر الذي تطمح الدول الخليجية إلى المشاركة فيه وأن تحصل عليه أيضا، إلى جانب مضاعفة حجم التبادل الاقتصادي. وبالمثل ستستفيد تركيا من موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أوروبا. يمكن أن يعزز المشروع أيضا دور تركيا كقوة اقتصادية إقليمية، مما يعزز نفوذها في كل من الشرق الأوسط وأوروبا،
على الرغم من العديد من الفوائد يواجه المشروع تحديات كبيرة يجب معالجتها لضمان نجاحه. واحدة من القضايا الرئيسية هي الأمن. يمر الطريق عبر العراق الذي يعاني منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والإرهاب. سيتطلب ضمان سلامة البنية التحتية والسلع المنقولة على طول الممر استثمارات كبيرة في تدابير الأمن، بالإضافة إلى جهود مستمرة لاستقرار المنطقة سياسيا، بالإضافة كذلك إلى المخاوف الأمنية، فإن نفوذ إيران الكبير في العراق قد يشكل عائقا أمام تنفيذ المشروع، خاصة إذا ما رأت إيران أنه لا يصب في صالحها. علاوة على ذلك، فإن الحجم الكبير للبنية التحتية المطلوبة للمشروع بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم لها يمثل تحديا. أما في صحيفة الجارديان، باحثة عربية تقول الخبراء يقتربون من تحديد الحصيلة الحقيقية للموت والمرض المريع المنتشر في غزة. في مقال نشر في صحيفة الجارديان، تسلط الباحثة ديفي سيردار الضوء على الكارثة الصحية التي تواجه غزة وسط الحرب المستعرة المستمرة. تتحدث الباحثة عن التحديات التي تعيق جمع البيانات الدقيقة حول عدد الوفيات والأمراض في المنطقة، مع الإشارة إلى التقديرات الأخيرة التي تشير إلى الأعداد المرعبة من الضحايا، حيث تشرح المقالة كيف أن انهيار النظام الصحي يساهم في تفاقم الوضع شيئا فشيئا، وكيف أن التدخلات الإنسانية المؤقتة قد أنقذت العديد من الأرواح لكنها ليست كافية لمعالجة الأزمة المتفاقمة. وتقول الباحثة العلمية إن وجود طريقة مقبولة وموثوقة للحصول على تقديرات عن العدد الحقيقي للموتى وعن بعد أمر مهم، وعلى مدى عدة عقود تم تطوير أساليب لبناء مجموعات البيانات في الحالات التي تعاني من ضعف أو تتعرض فيها أنظمة الرقابة والصحة للضرر. وقد نشرت المجلة الطبية لانسيت في الفترة الأخيرة تقديرا للوفيات في غزة، وقام بها عدد من الباحثين العلميين المحترمين الذين قدموا صورة عن الطريقة التي تواصلوا فيها إلى تقديرهم 186 ألف وفاة، وذلك من خلال المقارنة مع الصراعات المماثلة والأرقام النهائية. وتوصل الباحثون إلى أن الرقم المقدر بحلول حزيران يونيو 2024 يمثل 7.9% من سكان غزة. ولو استمر معدل القتل على هذا المستوى اليومي، أي 23 ألف شخص في الشهر، فستكون هناك 149,500 حالة وفاة إضافية بنهاية العام الحالي، أي بعد حوالي 6.5 أشهر من التقدير الأولي في منتصف حزيران يونيو. وباستخدام هذه الطريقة سيتم تقدير إجمالي الوفيات منذ بدء الصراع بحوالي 335,500 حالة وفاة في المجموع. وفي كانون الأول ديسمبر 2023 كان تقديرها حوالي 500,000 قتيل دون وقف إطلاق النار، وهذا يتماشى تقريبا مع تقديرات مجلة لانسيت التي استخدمت تقديرا متحفظا للغاية، لكنها سمحت بأن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير وبسهولة. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور.
أهلا بكم من جديد. لقد شجع لوغان موفيت الملقب برجل الخيار متابعيه البالغ عددهم 6 ملايين على استخدام الخيار لصنع السلطات التي غالبا ما تتميز بنكهات تقليدية وتتضمن الجبن الكريمي والسلمون والتونة بالإضافة إلى صلصة الصويا وزيت السمسم. على الرغم من بساطتها فقد أسرت الوصفات ملايين الأشخاص في الشهر الماضي. قالت محلات السوبر ماركت في أيسلندا إن مورديها يكافحون مورديها بالأحرى يكافحون لمواكبة الطلب المتزايد على الخيار، حيث شاركت الدكتورة سارة براور اختصاصية التغذية سبب وجوب أن يكون الخيار عنصرا أساسيا في جميع الثلاجات وفقا لصحيفة التلغراف. قالت براور: يحتوي الخيار على نسبة عالية جدا من الماء، كل 100 جرام من الخيار تحتوي على 96 جراما من الماء، بالإضافة إلى كونه مرطبا فإن هذا يجعله أيضا طعاما رائعا منخفض السعرات الحرارية، حيث تحتوي قطعة من الخيار الواحد بقطر 6 سنتيمترات على 10 سعرات حرارية فقط و 1.2 جرام من السكر، مما يعني أنها لن ترفع مستويات السكر في الدم. تشرح الدكتورة براور: يوفر الخيار البوتاسيوم الذي يطرد الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم، كما يحتوي على المغنيسيوم حيث يقوي العضلات والأعصاب ويقاوم التعب، وفيتامين سي اللازم لصحة اللثة والجلد، وفيتامين كي يشارك في تخثر الدم، وعند وضعه على الجلد يمكن أن يخفف الكدمات. تقول براور: يحتوي الخيار على كثير من البوليفينولات المضادة للأكسدة، وتشمل هذه الليجينين التي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، وبيتا كاروتين المعروف بتعزيز الجهاز المناعي وكذلك صحة العين والجلد. نتابع وإياكم فيديو اليوم. He is charged with the following: 4 counts of involuntary manslaughter, 2 counts of second degree murder, and 8 counts of cruelty to children. Mr. Gray, these charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son, Coke, to possess a weapon. Biggest thing, as I mentioned earlier, is that he is in custody at this point in time. His charges are directly connected with the actions of his son and allowing him to possess a weapon. إلى اللقاء.